لا يخفى على أحد منا كم هو حافل مسار المرأة الجزائرية بالبطولات والأمجاد، وخير شهادة عن ذلك الموقع الريادي لحرة الجزائر. يقول السيد اللواء: وبهذه الصورة الناصعة التي تفننت برسمها بنت الجزائر، ستبقى كل أيام السنة مذكرة تاريخ تحمل بصمات لامعة عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها. يقول السيد اللواء في الختام: أصالة عن نفسي ونيابة عن كل رجال الأمن الوطني، أستي أصدق عبارات التهاني إلى جميع منتسبات مؤسستنا الأمنية، من شرطيات ومستخدمات شبيهات بمختلف رتبهن وأسلاكهن،